بعد ربيع عربي ساخن. لا يمكن أن نقول للشعب من هذه الشعوب اترك عنك أي لجوء إلى دعم خارجي. دول قريبة وأخرى بعيدة تتدخل في مسار الأحداث. تدخل الأجنبي معانا من الأزل. ما هي تداعيات هذه التدخلات؟ في إيران يوجد مشروع وفي تركيا يوجد مشروع، في حين أن العرب لا مشروع لهم. وما هو مستقبل الربيع العربي على المدى القريب والبعيد؟ ويبدو المشهد كأنما هذه الأيام الأنظمة الوراثية هي التي تقود ربما حركة التغيير بالانحياز للشعوب ضد نظم الاستبداد العربي. حوار العرب الليلة 11 على شاشة العربية. فهناك من يحرص على تربيتها والمزج في سلالاتها لتشكل مواصفات جمالية بأشكال وأحجام تعتبر صفات خاصة تتفرد بها. التقينا بعض سكان القرية للاستفسار عن سبب تسميتها سابقا بقرية اللصوص، وكيف أن إعادة فتح المدارس فيها قد أثرت في سلوك سكانها. لكن معظم من التقينا نفت تهمة موجهة إلى القرية وسكانها، واتهم بعضهم سكان قرى مجاورة لأنهم من يقف وراء عمليات الصبر في المنطقة. الصغيرة هم قوم قديم قبل 10,000 عام قبل الميلاد من دول أوروبية مختلفة ليقطنوا في الدول الإسكندنافية. يتعرف الطفل في هذا المتحف على المهن المختلفة وكيفية ممارستها، كما يلمس عمليا كل ما تعرف عليه نظريا في كافة جوانب الحياة. فوق المعابد الحجازية دلالا واهتماما من هواتها المربيين المكيين